20 مليون نسمة. أنا لا شيء بدونه، أنا أقل وأضعف مثال فيهم كلهم، هم من يحفزوني وهم من يدفعون للأمام. أهم عنصر لدينا هو الشعب السعودي ورغبة وإرادة الشعب السعودي. من طاقة الطاقة الحقيقية والقوة الحقيقية لتحقيق هذه الرؤية، وهي أهم ميزة بالنسبة لدى السعودية هي الطاقة الشبابية اللي فيها. والميزة الجيدة أنهم شباب واعي قوي لديه طموح رائع، مثقف، متعلم بشكل جيد، مبدع، لديه قيم عالية. باقي فقط نضع رؤية ونعمل عليها. الشباب بلا شك هم أهم روافد هذه الرؤية وتحقيقها. بدون المواطن السعودي لن نستطيع أن نحقق أي شيء من اللي حققناه. لكن ما في شك نقلق، نشيل هم، نعمل على تجاوز هذا القلق أو الهم بحلول، لكن الخوف ما أعتقد أنه موجود في قوم السعوديين.